الاول خالص، من السنه اللي فاتت الصفقه كان عليها كلام كتير جدا، واكيد تابعتها، واكيد انت كل الناس عارفه شغلك، واكيد كل الناس تابعت قبل كده تغطيتك لكواليس صفقه نيمار. انت النهارده بتعمل حاجه اجمد واعظم، ووسط كل الضباب انت عرفت توصل لاهم عنصر في الصفقه كلها، والده ووكيله اعمال كيليان امبابي. فكرت في الموضوع ازاي بدايه؟ يعني فكرت ان انت تروح تكلمها؟ بحثت مثلا في الصحف الاسبانيه؟ احكي لي كواليس اللي دارت في ذهنك قبل ما تدخل تتواصل مع استاذه فايزه العميري او والده كيليان امبابي. هنبدا من ورا شويه. وانا متعود في المواضيع اللي انا بعملها ان انا ليه ما اروحش في الحته الابعد، ليه انقل من صحف بس، ليه ما نجيبش من مصدر نفسه، على الاقل يعني نعمل حاجه نادرا ما بتحصل في الصحافه المصريه. طيب. او بدات تظهر في مؤخرا في الصحافه. انا بتكلم مع والده امبابي من شهرين. يعني طولت بالي جدا وحاولت معاك، حاولت ان انا اكلمك كتير وترد عليا. ردت الاول اعتذرت، لا انا مش هينفع اتكلم في كواليس الصفقه. طيب يعني اي تصريح اي تطورات، قالت مش هينفع. فانا احترمت ده وطولت بالي، وكان كل تطور يظهر على الصحف او في التقارير كنت اعمل ابعت لها هي تعتذر او ما تردش. فطولت بالي برضو لحد امبارح اللحظه المناسبه الاهم، اليوم الاهم بالظبط. امبارح طلع تقرير من صحيفه ماركا الاسبانيه واكتر من مكان اسباني ان في قلق داخل ريال مدريد ان صفقه امبابي اللي بقى لها سنه تقريبا كل بيتكلم انها خلاص في ريال مدريد، خلصت في ريال مدريد. لا، في قلق داخل ريال مدريد ان الصفقه هتفشل، ان مبابي بعد ما قرب من مدريد لا خلاص بيرجع لباريس تاني. باريس ضغط كبير منهم. فحبيت ابقى جوه الموضوع، فربنا كرم. خليني اقول